عقد وزير البترول والثروه المعدنيه طارق الملا ووزير الموارد المائيه والري هاني سويلم اجتماعا لبحث التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارتين بشان الترخيص بتوفير احتياجات المياه لمشروعين من مشروعات وزاره البترول الجاري تنفيذهما وهما مجمع انتاج السولار الجديد باسيوط التابع لشركه انوبك ومصنع انتاج الميثانول بدمياط ويهدف التنسيق بين الوزارتين زياده طاقات انتاج الوقود وتعظيم القيمه المضافه واكد الملا ان قطاع البترول يولي اهميه خاصه لرؤيته في الحفاظ على الموارد المائيه والتي يعد الحفاظ على مختلف الموارد الطبيعيه ركنا اساسيا فيها لافتا الى ان تقنيه الصرف الصناعيه بدون مخلفات جرى تعميمها في كل مشروعات القطاع للحفاظ على البيئه واعاده تدوير المياه